الجيل اللي خصنا نصلحوه باش الجيل اللي كاين دابا جديد يواكب التعليم ديالو في ظروف جيده. في اللقاء في المنتدى الجهوي للشبيبه التجمعيه اليوم هذا الصباح في مراكش، يعني بحضور قياده الحزب وبامام قرابه يعني 500 شاب وشابه، كان الهدف ديالنا اولا باش نواصلوا الديناميه ديال الشبيبه التجمعيه وديال حزب التجمع الوطني للاحرار اللي كانت ما قبل الانتخابات، لان هذيك الديناميه هي اللي كتعكس الشخصيه الحقيقيه ديالنا اللي هي شخصيه كتقطع مع العمل السياسي الموسمي وكتقطع مع النظره الاستغلاليه ديال اللي كانت كتمارس على الشباب. بغينا اليوم شباب اللي يكون واعي كيناقش القضايا الحقيقيه. كتخدم على هذا الجانب كتسير وكتحاول انها تدبر الاسباب وفي نفس الوقت مصر على تدير برامج ديالها من بينها برامج متعلقه بالتعليم. ناقشنا هذا الامور تقريبا في حضور ديال زياد مرة نبي هاد الشاب هاد الناس هادو على الجو 5 ايام من المرة العيد كان عندهم اهتمام كبير وتشبثوا هاد الحزب وهذا الشيء كيفاش الخير اللي عندهم جات في السنوات الاخيره القياده ديال السيناريو رجعت الديناميه الثمار ديالها الان كنشوفوها في هذا الحدث هذا الشبابي. ولكن حنا ما غاديش نتوقفوا نضربوا لكم ان شاء الله في الاسابيع المقبله في الاكادير مرحبا بكم باش نتوجهوا واحد البث سياسي تنظيمي اللي غادي تعرفوا الشباب المغربيين ويشاركوا مختلف المدن المملكه. لماذا المناسبة شرط المناسبة والمنتدى الجهوي للشبيبة التجمعية مراكش مدينة شريف؟ بطبيعة الحال هناك مجموعة من المواضيع اللي راهي تنقلها في هذا المنتدى، حضور الوازن ديال الحضور ديال الحزب على صعيد المكتب السياسي فريق المجلس النواب اللي شرفونا اليوم التواجد ديالو بطبيعة الحال، هذا اللقاء مع الشبيبة ديال الحزب كيف عودنا المغاربة بأن الحزب غادي يبقى دائما يستمع للهموم ديالو، القطاع ديال التعليم هو قطاع مهم جدا، وصراحة يعني إصلاح ديال المنظومة التعليمية اللي اتخذنا في قرار أنه غادي يكون سياسة عامة ديال البلاد بطبيعة الحال، هذا القرار لا رجعة فيه، وهذا الإصلاح بطبيعة الحال هو يعني نقدروا نقولوا جا في الوقت ديالو بلا رد الاعتبار للمؤسسات التعليمية العمومية، لأن حقيقة الأسر المغربية تكوات، هذه حقيقة، حقيقة تكوات باش أن وليدات يتبعوا الدراسة ديال المؤسسات الخصوصية. اليوم كيف قلنا هذا المنتدى هو فرصة لطرح أسئلة لطرح بعض الهموم ديال الأسر المغربية بخصوص بطبيعة الحال الإصلاح ديال المنظومة التعليمية. إذا كيف قلت هو المنظومة التعليمية الإصلاح ديالها مبنية على واحد الثلاثة ديال الأسس هي الفضاء للمؤسسة التعليمية دفع على الفرق في المجال الحضاري وكذلك العنصر يعني العنصر البشري وكذلك المناهج الدراسية. دونك هاد الثلاثة ديال الحويجات الحكومة هي ماضية في هذا الإطار هذا باش أنه ترد الاعتبار للمؤسسة. وعدي المتدينين ولن يرد الدرس
السابعة بمدينة مراكش. هذه الدورة هذه اللي خدات كورش يعني كورشة ديال النقاش وهي ورشة ديال التعليم، على أساس أن الورشة هذه ديال التعليم هي من أحد المرتكزات ديال الدولة الاجتماعية اللي جا بها برنامج ديال القرار. وبطبيعة الحال برنامج الحزب اعتمد على الورشة ديال على التعليم واعتمد على الصحة وعلى التشغيل. الآن يعني كنشوفوا بأن هذا الحزب هو حزب متحرك، حزب يتجدد، حزب يعني مليء بالحركة، مليء بالحيوية، وذلك يظهر لنا على الملتقيات الوطنية والملتقيات اللي كيديروا الجهات، واللي غادي تحوج بلقاء وطني، لقاء وطني ديال الجنرالية ديال الشباب التجمعية اللي غتكون في أكادير، غتكون في أكادير إن شاء الله نهار أيام 16-17 سبتمبر المقبل. واللي من طبيعة الحال تيعبر فيها الشباب عن الطموحات ديالو، تيعبر فيها على الإرادة ديالو، وهذه كيدل على أن حزب التجمع الوطني هو حزب منفتح، حزب ليس حزب ديال المواسم، وكاين هو حزب اللي هو بدا واحد الدينامية منذ مجيء السي عيسى الخنوش على رأس الحزب من 2016-2018-2019-2020-2021. دائما كانت ملتقيات، كانت ملتقيات اللي هي مهمة وطيبة. اليوم كاين فينا مرحلة كنقود الحكومة بطبيعة الحال، عندنا واحد المجموعة ديال الحسابات، عندنا مجموعة ديال التعاقدات اللي قام بها الحزب أمام المواطنين. حنا سابق لأوانو باش نقولوا واش نجحنا أو لا فشلنا، ولكن اليوم حنا غاديين ماضيا قدما بالوفاء بالالتزامات ديالنا أمام الشعب المغربي. ما كيخلعناش برنامجنا، حنا التزمنا أمام المواطنين واحد المجموعة ديال التعاقدات، علينا أن نحاسب على التعاقدات ديالنا. ما عمر شي أنا لا أنا شخصيا ولا أي مواطن من المواطنين التزمنا معاه قدامو بأننا غادي نخفضوا ليه ثمن البنزين أو لا غادي نخفضوا ليه ثمن الليسانس أو لا. هذه المواد هي مرتبطة بالسوق الدولي، مرتبطة بالسوق المحلي، تخضع للمنافسة، تخضع للارتفاع والنزول، ولكن هناك عقدنا مع المواطنين على واحد المجموعة ديال التعاقدات، واحد المجموعة ديال الالتزامات بما فيها الصحة، شوية الخدمات الصحية، شوية العرض الصحي. التزمنا في التعليم أن إعطاء الأولية للمؤسسات العمومية والمدارس العمومية ورفض اعتبار المؤسسة العمومية والرقي للتعليم. التزمنا أمام المواطنين بإيجاد الشغل اللائق للمواطنين. هذه التزامات، هذه التعاقدات حنا ما كنتنصوش منها في المواطنين. غدا حنا مستعدين للحساب والمحاسبة وإعطاء حصيلة للمواطنين بطبيعة الحال.